आगाज करेंगे जनाब कारी शमशुद्दीन साहब मोहतरम जामिया इस्लामिया मदीनतुल उलूम मेमारी से कि हजरत वाला अपनी तिलावत से इस बज्म का आगाज फरमाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماء وهو